أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. غير هنا واحد الخبر اللي تيقول لك أن الملك أجرى عملية جراحية في القلب. هذا الشيء اللي قالوا اليوم، وبغينا نشوف المستجدات. الخبر تيقول لك أجرى العاهل المغربي محمد السادس عملية جراحية بمستشفى القصر الملكي بالرباط. وقال القصر الملكي في بيان أن الملك محمد السادس قام بعملية كللت بالنجاح في مستشفى القصر الملكي بالرباط بحسب سبوتنيك. وأضاف إلى البيان أن العملية جاءت بسبب عرض الظهور اضطراب في الإيقاع الأذيني للقلب، وهو معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع، ويحدث في الغالب عندما تواجه الغرفتان العلويتان في القلب إشارات كهربائية فوضوية. وفقا لصحيفة هيسبريس المغربية، وبحسب البيان، استخدم الأطباء تقنية الترددات اللاسلكية في العملية التي أجريت للملك محمد السادس. وأكد البيان أن العملية كللت بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي. وكان العاهل المغربي قد أجرى عملية جراحية عام 2018 بفرنسا، وذلك بعد كشف الفحوصات الطبية وجود عدم انتظام في إيقاع نبض القلب. ويحكم الملك محمد السادس 56 عام المغرب منذ يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني. فوالا، هذا هو الخبر اللي نشرته لا ماب. دابا انا قبل ما نقرا قنايا قريته في نيويورك تايمز اللي تاهما هضروا عليه. فوالا، يعني كيف ما كان الحال، ان الملك انسان، كيف ما كانت يعني البشاعه الحكم ديالو، ولكن يعني كنتمناو ليه الشفاء. يعني هذه الطبيعه الانسانيه، ما كان بغيوش لشي واحد يعني الهلاك ولا الموت، لان كيفما بغى يكون الانسان كتكون عنده عائله، عنده ولاد. الواحد خصو يعني ما يكونش حاقود، ما يكونش. ولكن السؤال المطروح دابا، يعني شكون اللي كيحكم المغرب؟ الى جينا نشوف مثلا الملك محمد السادس منذ 2018 وهو يعاني من، ماشي غير من ألف، يعني من قبل وهو يعاني من امراض متعدده. كما كنعرفوا ان الحكم في البلدان الديمقراطيه انه يجب التاكد من صحه الزعيم او الرئيس او الملك في البيت، يعني قبل انتخابه وقبل يعني تقدمه الانتخابات. يعني كتكون هو كان بعض الفحوصات على صحته الجسميه وعلى صحته العقليه، باش واش هذا الانسان فعلا قادر يحكم هاد الناس اللي غادي ينتخبوا ولا ما قادرش. ولكن كيف ما كتعرفوا ان المغرب، الحكم في المغرب مبني على العبوديه، مبني على البيعه، يعني ان كتنوض واحد المجموعه من الناس الاقرباء في غياب الشعب، في غياب الناس الحقيقيين ولا السكان الحقيقيين ولا المواطنين الحقيقيين ديال البلاد، كتنوض واحد المجموعه من الاقرباء اللي تيقدموا له البيعه، وتيقول لك اودي هذوك الناس راه هما اللي كيمثلوا الشعب، يعني في غياب الحقيقه الكامله. لان ماشي الشعب المغربي مثلا كله يعني راضي ولا باغي مثلا الحكم، لان الحكم باش خص، شنو هو، شنو هي اسس الحكم ولا اسس الزعامه في واحد البلاد؟ هي تحقيق الديمقراطيه، تحقيق العدل، القضاء على الفقر، القضاء على الجريمه، التوزيع العادل للثروات. ولكن هذا المغرب ما كنشوفوش في هذا الشيء منذ زمن طويل. يعني غير السؤال المطروح دابا، واش الملك في الظروف الصحيه واش قادر يحكم المغرب؟ واش فعلا يعني هو اللي كيحكم المغرب؟ هذا هو السؤال المطروح. هذا الشيء اللي كنقولوه منذ زمن طويل، ان هناك بعض الايادي الخارجيه ولا بعض القوى الخارجيه هي اللي كتحكم المغرب بوجود الملك او بدون وجود الملك. هاد القضية دائما تنقولوها، يعني إذا كان فرنسا ملي خرجات من المغرب، ماشي عطات للمغرب الاستقلال، غير خرجات من المغرب وعطات لواحد الناس أخرين، واحد مجموعة أخرى، واحد القوة أخرى، أنها تتحكم
في مصير المغاربة، ومش تتحكم في مصير المغرب باش أنها تقوم بخدمة الشعب المغربي، ولكن بخدمة مصالح الدولة اللي كانت مستعمرة، اللي هي فرنسا، اللي ماشي ما كانتش مستعمرة مثلا، ولكن كان الوجود ديالها في المغرب من طلب هذا النظام. لأن اللي يجي نشوف مثلا تاريخ المغرب، ما كاينش استعمار في المغرب، ما كانش عندنا استعمار في المغرب. يعني إذا جينا نشوفوا مثلا ديك الوثيقة اللي دخلت بها فرنسا للمغرب، ما كانش سميتها وثيقة الاستعمار، ولكن كانت سميتها وثيقة الحماية. لأن ماشي الشعب المغربي هو اللي طلب الحماية. إلا الناس ما خصهمش يفرقوا ما بين هذا التخربيق هذا، أن الشعب المغربي في ديك الوقيتة ماشي هو اللي طلب الحماية من فرنسا، ولكن النظام المغربي هو اللي طلب الحماية من فرنسا، لأنه كان حس براسه أن غادي يعني سيقضى عليه، ولا كان مثلا الحكم الملكي ما كانش غادي يبقى، ولا يعني هذا الشيء اللي خلى مثلا هاد الناس اللي كانوا تيملكوا خيرات المغرب خافوا على ديك خيرات المغرب، قالوا اجيو نعيطوا على واحد الدولة خارجية اللي غادي على الأقل غادي واخا غتاخذ واحد القسط من خيرات المغرب، ولكن غادي تحمينا حنايا. يعني هذا هو الهدف اللي دخلت به فرنسا للمغرب. هادشي اش كنقول لك مودي، ان المغرب يعني بالملكيه ولا بلا ملكيه، خاصه في الظروف ديال دابا، راه كتحكموا دوله اجنبيه، ولا كتحكموا قوى اجنبيه. يعني الا جينا نشوف مثلا دابا الملك ما تيحكمش المغرب، يعني الا كان الا 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 كنتوا كتذكروا ان يعني المعاناه الصحيه ولا ديك الظروف الصحيه ديال الملك منذ سنوات، يعني تقريبا منذ 2010 بدات كتظهر هذه العلامات ديال المرض ديالو. يعني واحد الانسان ملي يصاب بامراض ولا ملي يصاب بمرض، ما كيكونش قادر انه يقرر ولا مثلا يحكم، لان الانسان ملي كيكون مريض، هذه انسان هذه طبيعه بشريه، هذه طبيعه انسانيه. الانسان ملي كيكون مريض ما كتكونش عنده قرارات صائبه، يعني دائما تيكون خايف، تيكون خايف على راسو، تيكون خايف على صحته، تيكون تيخاف لا يموت، تيكون خايف على الثروه ديالو. دونك شنو كيدير؟ تيعطي ديك السلطه كيعطيها للناس اخرين، هما اللي كيبقاو تيسيروا كل شيء في 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 غيابه، يعني بدون وجوده، يعني بوجوده او بدون وجوده، فهو المغرب مسيطر عليه. يعني دابا اللي يجي نشوفوا مثلا المغرب ما تيحكوش الملك، يعني راه كاينه الصوره ديال الملك، راه حاطين الصوره في جميع في الادارات العموميه، في سميتو راه القصر المراسيم كذا، ولكن الناس الحقيقيين اللي كيحكموا البلاد راه ماشي هو الملك. خصنا نعرفوا هذه القضيه. يعني هاد الناس مثلا اللي تيقول لك دابا راه الملكيه هي سبب الاستقرار في المغرب، ولا الملكيه هي سبب السلم في المغرب، راهم تيكذبوا عليكم. يعني الملكيه راه ما كتحكمش المغرب، الملكيه فعلا يعني كتسيطر على خيرات المغرب، ولكن ما كتحكمش، لان كاين واحد المجموعه من مثلا يعني من اصحاب المال اللي كاين في المغرب اللي كيستافدوا من وجود الملكيه. كاين دول خارجيه كتستافد من وجود الملكيه، لان مثلا الى حيدت الملكيه غتكون واحد الدوله ديمقراطيه، غادي تجي انتخابات، يعني رغم ما غتكون مثلا ما يمكنش مثلا دوله غادي تعيش بدون علاقات خارجيه، ولكن على الاقل غادي تصعب على الايادي المهيمنه اللي مهيمنه على المغرب دابا انها تبقى مهيمنه على المغرب. غادي تكون غادي على الاقل غادي تخرج ملفات اللي كانوا ساكتين عليها ديال الفساد، غادي تخرج للواقع. يعني المحاسبه الحقيقيه، فين كتمشي اموال المغرب، فين كتمشي المداخل ديال المغرب، ماذا اين تذهب اموال الضرائب، اين تذهب اموال اللي كيدخلوها المغاربه المهاجرين للمغرب، اين تذهب مداخل السياحه، اين تذهب مداخل الثروات المعدنيه في المغرب، الثروات البحريه، الثروات الطبيعيه. يعني شي حتى واحد لحد الان ما تيعرفو، كيعرفو داك المثلث الذهبي اللي هو الملك والاجهزه الامنيه والجيش، يعني هادو هما الناس اللي كيسيطروا في المغرب. عاد كتكون مثلا ديك الطبقه البرجوازيه ولا الطبقه ديال اللي كيستافدوا من المغرب ماديا، حتى ما كيكون عندهم واحد التدخل، ولكن الناس اللي عندهم الناس اللي تقرروا مصير المغاربه في المغرب حاليا، وهي الاجهزه الامنيه والجيش.
يعني والعائله الملكيه، هذو هما الناس اللي كيتحكموا كل شيء. يعني هنا غير خص الناس المغاربه يفهموا ان الملكيه راه مابقاش عندها دور، ولكن دوك الناس اللي كيستافدوا من وجود الملكيه هما اللي مازال يعني يريدون استمرار الملكيه، لان الملكيه مابقاتش حاكمه المغرب. ولكن هناك عده جهات اللي كتستافد من وجود هذه الملكيه، يعني راه في وجود الملكيه ولا بدون وجود الملكيه المغرب راه حاكمينه واحد المثلث اللي ذهب. دونك هنا علاش كنطالبوا بالشعب المغربي، ان الشعب المغربي خاصو يتخذ المبادره يعني ويلقى الناس اللي غادي فعلا يحكموا المغرب، لان دابا المغرب هو باقى رحاله لواحد المجموعه قليله، واحد في المية من الشعب المغربي هما اللي كيستافدوا من خيرات المغرب. فوالا، هناك واحد السؤال يطرح علي كثيرا في التعليقات، تيقول لك اودي علاش نتوما كتهضروا نتوما في الخارج، دخلوا للمغرب الا بغيتوا تهضروا. يعني هذه اسئله ديال يعني تعليقات مفخخه، يعني تيبغيو اولا يطيحوا لك المعنويات، يقول لك اودي نتوما راكم غير كتخربقوا، وثانيا تيبغيو يجبدوك، فهمت، تيبغيو يجبدوك. الجواب ديالي على هذا السؤال وهو الناس اللي في المغرب اللي فعلا هضروا اشنو داروا؟ واش قاموا بشي تغيير؟ واش جات شي حاجه جديده بسبب ديالهم؟ الناس اللي خرجوا فعلا وهضروا على الواقع واللي بغاو التغيير واللي كينتقدوا النظام راه مغبرون في الحباسات، ها اللي عطاو 20 عام، ها اللي لصقوا له تهمه ديال الخيانه البلاد، ها اللي دخلوا تهمه بغى يدخل الاسلحه الثقيله للمغرب، هل لصقوا لي تهمه ديال التجار بالبشر، هل لصقوا لي تهمه الاغتصاب. هذا هو النظام المغربي. يعني انت باش تجي تقول لي تدخل المغرب اشنو داروا هادو اللي في المغرب كاع اللي كاين في المغرب واللي كيهضروا شنو داروا؟ وشنو درتي حتى انت اللي جي كتب لي داك التعليق كتقول لي بغيتي تنتقد الدخول، اشنو درتي انت؟ ياك بحالي ياك مغربي وانا مغربي، انا ما عجبنيش الاوضاع انت ما عجبكش الاوضاع، انت اشنو درتي اللي جي كتب لي تعليق مفخخ؟ على الاقل الناس اللي في الخارج عندهم واحد المساحه من الحريه كيهضروا فيها، عندهم واحد المساحه من الديمقراطيه، واحد المساحه اللي كتحميهم باش يهضروا. انسان غيدخل المغرب غادي يهضر غيجي يلصقوا ليه تهمه ما عرفاش من جاتو، ولا مثلا يصفيوه تصفيه جسديه، ولا يعني هادشي اللي واقع في المغرب. يعني ديك الاسئله المفخخه ولا داك التعليقات المفخخه يعني راه عاقوا المغاربه كل شيء عاقوا بهذه المسائل هذه. المهم هذه غير نقطه نظام. الاخوه والاخوات كنشكركم على التتبع ديالكم، كنشكر التعليقات ديالكم، كنشكركم على البارتاج ديالكم، وكنتمنى تكونوا على خير وبخير، والى فيديو اخر ان شاء الله في ظروف احسن. واحد القضيه شفتها مؤخرا ان المغرب قام بواحد الصفقه لشراء اسلحه من فرنسا للقيمه ديالها 140 مليون اورو. يعني انا ما عرفتش شكون هما اللي قاموا بهذه الصفقات هذه ديال شراء الاسلحه، يعني انا لحد الان ما فهمتش شنو هو الدور ديال هذه الاسلحه اللي كيشريها فرنسا، اللي كيشريها المغرب من فرنسا. رجعوا عاود الهضره، شتي داكشي اللي كيدير ترامب مع السعوديه، كيبتزهم تيقول لهم راكم الا ما شريتوش من عندي السلاح راه نقدر نحيدكم في 24 ساعه، وراه هادشي اللي كدير فرنسا للمغرب. يعني الا بغيتي نحميوك راه خصك تشري من عند الاسلحه. وكيف ما كتعرفوا المداخل ديال الاسلحه ديال فرنسا هذيك المداخل كتجي كتدخل الاقتصاد الفرنسي، كيستافد من الشعب الفرنسي، كتستافد من الشركات الفرنسيه. ولكن المغرب اللي فعلا محتاج لهاد الملاير لا انت ما عندكش. وكنشوفوا مثلا شي تصرفات شاده كتوقع في المغرب مؤخرا، كيقولوا ودي ان المغرب يقوم بمساعده 30 دوله افريقيه لمحاربه كورونا. يعني هذه القضيه ما فهمتهاش انا، باش غادي تساعد 30 دوله في افريقيا ماشي سهله. يعني راه واخا تدي لي غير الوقيد راه 30 دوله الا جينا نحسبوا راه غنلقاوها الملايين من الدولارات. يعني ملي غير المغرب غيقوم بمساعده 30 دوله افريقيه لمحاربه كورونا، يعني هذا يعني هاد القضيه يعني عليها علامه استفهام. يعني هادشي لحد الان ما فهمتوش. المهم هادشي غير جا على هاد، يعني شفت القضيه ديال ان المغرب شرى الاسلحه من فرنسا، اسلحه صواريخ متطوره من فرنسا القيمه ديالها 140 دولار.
كاتبين في الصحف الامريكيه هذا الشيء اللي بغيت، يعني غير بغيت كتشوفوا الظروف في المغرب، القروض من جميع، كل نهار كل اسبوع كنسمعوا المغرب كياخذ قروض اجنبيه، ودابا كنشوفوه كيشري اسلحه من فرنسا. يعني هذا الشيء اللي ما كيبغيش يتفهم ليا، ما كيبغيش يدخل لي العقل. المهم اخوة الاخوات، تبارك الله عليكم، والى فيديو اخر، والسلام عليكم.